قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. وقت ما تسمعش ملخص الموسم اللي فات من المسلسل ده يروح يسمعه من القناه، او هتلاقي اللينك بتاعه موجود في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. اخر حاجه احنا شفناها في الجزء اللي فات وهو ان تريش قتلت اليسا ام جيسيكا عشان توقف شرها، لكن طبعا ده ضايق جيسيكا جدا وقررت تقطع علاقتها نهائيا بتريش. اما تريش نفسها فبشكل مش مفهوم اكتشفت انها غالبا بقت تملك قوه خارقه. وعلى الناحية التانية فمالكوم برضو حصلت مشاكل كتير بينه وبين جيزيكا، وده خلاه يسيبها ويشتغل مع المحقق برايس. وهو والمحقق برايس بعد كده بدأوا شغلهم مع المحامية جيري. تمام جدا. بيبدأ الموسم الجديد والأخير معانا مع جيزيكا جونز كالعادة، وبنشوف إن جيزيكا حاليا في المكسيك. بتروح لبنت كده اسمها كاسي، وبنعرف إن أبو كاسي خاطفها من أمها، وأمها بعتت جيزيكا عشان تجيبها. حاليا بيجي ابو كاسي وبيحاول ان هو يوقف جيسيكا، فتضربه جيسيكا بكل سهوله، واثناء ما كانت بتضربه في شاب في المكان بيصورها، بس جيسيكا مش بتهتم وبتاخد كيسي وبترجع على امريكا وبتسلم كيسي لامها. بعد كده بتروح جيسيكا على شغلها وبتقابل الطفل فيدو ابن اوسكار لو تفتكره، وبيعرفها فيدو حاليا انها اتصورت فيديو وهي بتنقذ البنت في المكسيك، وحاليا الفيديو ده منتشر جدا جدا على اليوتيوب. لكن جيسيكا برضه ما بتهتمش وبتدخل لمكتبها. وهنا بقى بنكتشف ان جيسيكا شغلت بنت معاها كده اسمها جيليان عشان تكون مساعدتها مكان فيدو. حاليا بتعرفها جيليان حبت تطورات في الشغل وبتودعها وبتمشي. تاني يوم بقى بتيجي دورسي ام تريش وبتزور جيسيكا، وبتعرف دورسي جيسيكا ان تريش اختفت من فتره وعاوزاها تدور عليها لانها مش لاقيها خالص، لكن جيسيكا بترفض لانها خلاص قطعت علاقتها نهائيا بتريش. فبتطرد جيسيكا دورسي دلوقتي وبتقرر تنسى الموضوع. بعد شويه بتيجي مكالمه جيسيكا من المحاميه جيري وبتطلب منها جيري تجي لها حاليا. فعلا ما اتاخرتش جيسيكا وراحت تزور جيري. جيري في الوقت ده عرفت جيسيكا انها لسه مريضه للاسف، ومرضها زاد جدا الفتره الاخيره، لكنها مش عاوزه تاخد علاج ولا تعدي مرحله العلاج الصعبه، وبالتالي بتطلب جيري من جيسيكا تبقى تديها العلاج من غير ما تعرف، تحطه لها في الاكل في الشرب، تتصرف وتحط لها مره واحده كميه كبيره بحيث تقتلها. طبعا الكلام ده بيصدم جيسيكا فبترفض طبعا وبتفضل تهدي جيري. بعدها بتطلب جيسيكا من جيري تحاول تشيل الفيديو اللي نزل لها الفتره الاخيره على اليوتيوب، فبتوافق جيري وبتسيبها جيسيكا وبتمشي. بعد شويه بنشوف ان جيسيكا قلبها حن، فقررت ان هي تدور على تريش، فبالتالي بتتصل دلوقتي بدورسي وبتسالها على شقه تريش الجديده، بحيث يعني تبدا تبحث عنها وتدور تشوف هي فين. فبتعرفها دارسي عنوان الشقه وبتروح بقى توريها لها كمان. بس بتبدا بقى جيسيكا شغلها في البحث عن تريش من اللحظه دي. واول حاجه بتلاحظها جيسيكا في الشقه بتاعت تريش الجديده انها شقه على قد الحال قوي، وفي مكان مش مشهور خالص في المدينه على عكس اللي هي كانت عايشه فيه. وبتفهم جيسيكا بشكل ما ان تريش كانت مستخبيه هنا، فبتقرر بقى تعرف ليه كانت مستخبيه. بعد فتره من التفكير بيكتشف جيسيكا ان ممكن تريش كانت مستخبيه هنا بحيث تراقب حد عايش في المكان ده، وبالتالي بتقرر جيسيكا تعرف تريش كانت بتراقب مين. فبتفضل بقى جيسيكا تراقب العماره اللي قدام بيت تريش طول اليوم لحد ما بتوصل لليل، وفي الوقت ده بتشوف جيسيكا شخص داخل شقته في العماره دي، والمفاجاه بقى ان تريش بتظهر وبتدخل ورا الراجل ده بيته وهي لابسه قناع كده. بعدها بيشتغل الانذار بسبب ان تريش دخلت شقه الراجل ده، فبيستغرب الراجل وبيعرف ان في حد دخل بيته، فبيروح يجيب مسدسه، وهنا بتقلق جيسيكا على تريش فبتقتحم الشقه بتاعت الراجل ده وبتتعارك معاه وبتقدر تثبته. بعد كده بتكون عاوزه تاخد تريش وتهرب، لكن تريش بتبدا بقى تستخدم قدراتها الجديده وبتقدر تهرب من جيسيكا وبتنط من الشباك بتاع الشقه وبتروح على شقتها. فبتروح جيسيكا وراها وبتسال تريش هي بقت عندها القدرات دي ازاي؟ فبتعرف تريش ان عمليه دكتور كارل اللي عملها لها قبل كده نجحت وحاليا بقت عندها قوه خارقه. وبتعرف تريش جيسيكا انها كانت بتراقب الراجل ده من مده لانها عارفه انه متورط في قضيه تعدي وسرقه، وكانت عاوزه توصل لاداه الكريمه الموجوده في الخزنه بتاعت الاسلحه، وعشان كده هي بنفسها اللي شغلت الانذار بتاع الراجل ده بحيث يجيب المسدس ويفتح الخزنه فتوصل تريش للادله. بس قبل ما كل ده يحصل جت جيسيكا وبوظت كل حاجه. بتعرف تريش جيسيكا دلوقتي انها بقت بطله خارقه وبتحارب الجريمه ومش عاوزاها تحميها ولا تدور عنها تاني. بتوافق جيسيكا انها اصلا مش عاوزه ترجع تتكلم مع تريش بعد ما قتلت امها، وبتسيب تريش من غير ولا كلمه زياده وبتمشي. على الجانب الاخر بنشوف مالكوم بيروح لمكان كده حصلت فيه حادثه، المفروض يعني ان الحادثه دي فيها لاعب بيسبول مشهور جدا اسمه كودي خبط شخص كده كان ماشي في الشارع، وكودي ده بالمناسبه هو عميل عند جيري، فحاليا يعني مالكوم جاي عشان يحل مشكله بما انه شغال محقق عند جيري. المهم ان مالكوم بيتكلم مع الراجل اللي اتخبط وبيعرفه انه هيديله عربيه كودي، لكن ما يعملش قضيه لكودي، فبيوافق الراجل وبيتم مالكوم الصفقه. بعد كده بيروح مالكوم يقابل جيري وبيعرفها انه حل المشكله، وبيطلب منها يعني ما يحلوش اي مشاكل تاني لكودي ده ولا يتعاملوا معاه لانه شخص مهمل ودي مش اول حادثه يأذي فيها حد. بس يا صديقي طبعا جيري اهم حاجه عندها الفلوس، فبترفض كلام مالكوم. فبيمشي مالكوم وهو متضايق وبيقرر يتصرف شخصيا مع كودي لانه متغاظ منه. فبيعمل ايه بقى؟ سهله، بيخلي كودي ماشي بالليل بعربيته فبيخبط فيه بعربيه تانيه بسرعه وبيسيبه اصابه خطيره وبيهرب. ليه مالكوم عمل كده؟
الله أعلم، لكنه يعني زي ما تقول كده بيحقق العدالة بإيده. في الأثناء دي ولكن في مكان تاني بنشوف جيسيكا قاعدة في الحانة اللي دايما بتحب تقعد فيها، وبالصدفة بتتعرف جيسيكا هناك على شاب كده اسمه إيريك وبيكون شاب لطيف، فبتقرر جيسيكا إن هي تعزمه على العشاء. بس بتاخده جيسيكا لبيتها بحيث يتعشوا، ولحد هنا تمام ومفيش أي مشكلة. المشاكل الغريبة والمريبة بتبدأ لما بيخبط باب جيسيكا، فبتروح تفتح تشوف مين، بتلاقي قدامها شخص مقنع وبدون مقدمات بيطعن جيسيكا في بطنها بالسكينة وبيهرب من المكان. جيسيكا كانت سايحة في دمها وبتموت، ولحسن الحظ بيشوفها مالكوم فبيقرر يلحقها. دلوقتي بقى يا صديقي، وقبل ما اكمل لك جيسيكا عملت ايه، لازم نرجع للماضي عشان نعرف معلومات مهمة جدا عن تريش. زمان وبالتحديد لحظة اللي تريش اكتشفت فيها قوتها الخارقة، في الوقت ده زي ما احنا كنا عارفين تريش كانت ماشية من عند جيسيكا وبالصدفة وقع موبايلها فلحقته برجلها بسرعة بديهة تتحست عليها، ومن هنا اكتشفت تريش انها عندها قوة خارقة، وزي اي بطل خارق بيملك قوة جديدة بتقرر تنميها، وبالتالي بتبدأ تريش تتدرب طول الوقت بدون توقف عشان توصل لأفضل مستوى عندها وتقدر تحارب الجريمة. طبعا زي اي حد بيتدرب في البداية بتفشل في كل تدريباتها، لكن مع التكرار بتبدأ تتقن كل التدريبات وتتحكم في قوتها بشكل أفضل وأفضل. بعد كده بقى قررت تريش تبدأ تحارب الجريمة، فبتبدأ تريش تلف في الشوارع وهي بتسمع الشرطة هنا وهناك عشان تعرف لو في جريمة كده ولا كده بتحصل تقدر تنقذها. وفي مرة بتلاقي تريش شخص بيسرق موبايل شخص تاني وبيجري، فبتجري تريش وراه وبتقدر توصله وبتضربه وبتاخد منه الموبايل. والمشكلة بقى إن الحرامي ده بيقدر يتعرف على تريش، ومش الحرامي بس، لا ده الراجل كمان اللي موبايله اتسرق لما بترجع له تريش الموبايل بيقدر هو كمان يتعرف عليها لأنها كانت مذيعة مشهورة زمان. وفي اللحظة دي اكتشفت تريش انها لو عاوزة تكمل كبطلة خارقة لازم تخفي هويتها، فبناء عليه راحت لمحل بيبيع ازياء تنكر وفضلت تدور على لبس هناك او ماسك مناسب لحد ما لقيت ماسك فعلا مناسب، ومن ساعتها وهي بتلبس الماسك ده عشان تداري هويتها بالكامل. في المجمل بنشوف تريش في مرة كده في الجيم بيجيلها دلوقتي بنت كده بتعرفها انها من المحكمة وجايلها دلوقتي باستدعاء، والاستدعاء ده بكل اختصار من الحرامي اللي تريش ضربته. طبعا بتكون تريش عايزه تحل المشكله دي، فبتاخد بعضها وبتروح لجيري وبتقرر تعين جيري المحاميه بتاعتها عشان تحل لها المشكله. وقتها طلبت جيري فلوس كتير وطلبت كمان انها تبقى محاميه تريش في كل حاجه عموما مش بس القضيه دي، فوافقت تريش وهي مجبره. بعدها استدعت جيري مالكوم وعرفت تريش ان مالكوم من هنا ورايح هيكون المحقق في قضيتها، فوافقت تريش عادي. وقفت كمان اتكلمت مع مالكوم وعرفته كل التفاصيل اللي هيحتاجها، بعدها سابها مالكوم ومشى. في اللحظة دي بتلاقي تريش واحد كده من اللي شغالين في مكتب جيري معاه ملفات قضايا كتيرة جدا جدا، فبسرعة بتوقعه تريش وبتبدأ تسرق الملفات دي. بعد كده بتروح تريش على شقتها الجديدة اللي عايشة فيها حاليا، وبتبدأ بقى تدرس القضايا دي واحدة واحدة عشان توقف المجرمين عند حدهم. وأول قضية بتقرر تريش تدخل فيها قضية شاب كده دايما بيعتدي على البنات، فبتفضل تريش تراقب الشاب ده، وفي مرة بتشوفه تريش قاعد مع بنت في حانة كده، ومن غير ما البنت بتاخد بالها بيحط لها الشاب ده منوم في مشروبها، وبياخدها وبيمشي من الحانة وبيروح لمكانه بيكون هيعتدي عليها، لكن لحسن حظ البنت دي بتظهر تريش وبتضرب الشاب ده وبتكسره خالص. بعد كده بتفوق البنت وبتعرف البنت ان الشاب كان هيعتدي عليها ولازم تطلب الشرطة. بتقرر البنت تعمل كده، وبتكون تريش سعيدة بشكل مش طبيعي انها نجحت في اول قضية وساعدت الناس. تاني يوم بنشوف ان تريش بتبدأ تتدرب على القتال مع مدرب كده اسمه أدريان. فالمهم ان أدريان ده كان قاعد في مرة بيتفرج على الاخبار وبيشوف هو وتريش قضية عن شاب سرق تمثال معين من اخته ومش عاوز يدولها مع ان ده ورثها، ولما فكرت اخته تاخد التمثال غصب عنه ضربها. الشاب ده يبقى اسمه اندرو برانت، والعلم اندرو برانت ده نفس الشاب اللي كانت تريش بتراقبه لو تفتكر وبتحاول تثبت عليه الجريمة، لكن جت جيسيكا وقتها وبوظت كل حاجة. بعد شوية بيوصل عند تريش مالكوم وبيعرفها انه قدر يوصل للحرامي وخلى الحرامي يتنازل عن القضية اللي رفعها ضدها ولكن مقابل 50,000 دولار، فبتدي له تريش يك بالفلوس دي غصب عنها وبيعدي الموضوع. وهنا بقى بيقول مالكوم لتريش انه عارف انها بتحارب الجريمه وبينصحها لو عاوز تستمر في الشغل ده لازم تشتغل مذيعه زي ما كانت زمان بحيث محدش يقدر يمسك عليها اي حاجه، شغاله كده وشغاله كده. وافقت تريش وفعلا رجعت تشتغل مذيعه في برنامج كده عن الموضه، وفي نفس الوقت كانت تريش بتستمر في مراقبه الشاب اللي اسمه اندرو برانت عشان تقدر تعرف بيشيل التمثال بتاع اخته فين، لحد ما عرفت في مره انه بيشيله في خزنه السلاح. وبس في يوم بقى قررت تهجم على اندرو بحيث تاخد التمثال وتثبت عليه جريمه الاعتداء بالضرب على اخته، بس جيسيكا جات زي ما شفنا وبوظت كل حاجه. وبكده يا صديقي نكون عرفنا كل حاجه عن ماضي تريش من وقت ما امتلكت قوه خارقه لحد ما جيسيكا لقيتها وهي بتضرب اندرو، وبالتالي بتخلص بقى الذكريات وبنرجع للوقت الحالي. بنشوف ان تريش عرفت باللي حصل لجيسيكا وان في شخص مقنع طعن جيسيكا، فطبعا بتروح تريش تزور جيسيكا في المستشفى، لكن جيسيكا مش بتهتم وبتسال بس تريش عن الشخص اللي كانت بتطرده، إن جيسيكا حاسة إن الشخص ده هو اللي حاول يقتلها أو بعت حد يقتلها، فبتعرفها تريش إن الشخص ده اسمه أندرو برانت، وبتعرفها كمان قصته وبتسيبها وبتمشي، ولسه ما نعرفش جيسيكا ناوية تعمل إيه مع الشخص ده.
ومن بعد شويه بيجي جيسيكا الدكتور اللي بيتابع حالتها، وبيعرفها الدكتور ده اخبار سيئه انهم للاسف شالوا الطحال بتاعها، وبيعرفها ان الفتره الجايه صحتها هتبقى في النازل ولازم تاخد بالها من نفسها غير الاول. لكن جيسيكا مش بتهتم. بعد ما يمشي الدكتور بيجي المحقق كوستا لو تفتكروا، وبيحاول كوستا يعرف من جيسيكا ايه اللي حصل ومين ممكن يكون متورط في محاوله قتلها. ورغم ان جيسيكا عارفه ان المتورط ممكن يكون اندرو براند، الا انها بتخبي الموضوع ده عن كوستا وبتنكر انها تعرف مين المتورط. فبيمشي كوستا وهو محبط. بعد فتره بتخرج جيسيكا من المستشفى وبتروح على مكتبها، وهناك كانت موجوده جيليان مساعدتها. عرفت جيليان جيسيكا حاليا مواعيد علاجها وسابتها مشيت. جيسيكا بتبدا بقى تبحث عن اندرو براند ده بحيث تقدر توصل له. واثناء ما كانت شغاله بيجي لها مالكوم، وبيكون مع مالكوم السكينه اللي جيسيكا اتطعنت بيها لان مالكوم خباها عن الشرطه. المهم بيديها السكينه دلوقتي عشان خاطر ممكن تقدر منها تعرف اي حاجه زياده، وبيسيبها وبيمشي. تاني يوم بتروح جيسيكا لبيت اندرو براند بحيث تدور فيه على اي حاجه تفيدها وتخليها توصل له، وفعلا بتقدر تلاقي ورق كده تبع معرض تحف هيتعمل قريب، وبتعرف جيسيكا منه ان اندرو هيبيع في المعرض ده التمثال اللي معاه، فبتقرر توصل لاندرو من خلال التمثال اللي هيبيعه ده. مش بيعد وقت طويل بقى على كل ده، وبتوصل تريش للمكان لانها جايه تدور ورا اندرو هي كمان. فبتسال جيسيكا وصلت لايه، بس جيسيكا بترفض تقول لها اي حاجه وبتمشي. بعدها بتروح جيسيكا بيتها، وهناك بيجي لها ايريك لو تفتكروا عشان يطمن عليها. فعلا بيطمن وبياخد بعضه وبيمشي. تاني يوم بقى جت جيري تطمن على جيسيكا، وعرفت جيسيكا كمان حبت معلومات عن المعرض اللي فيه تمثال اندرو، فبتشكرها جيسيكا وبتمشي جيري. بعد كده بتنزل جيسيكا تتمشى في الشارع شويه، وبتاخد بالها ان تريش بتراقبها لكنها مش بتهتم وبتكمل طريقها. بس المشكله انها مره واحده بتتعب وبتقع مغمى عليها، فبتجي لها تريش وبتاخد من جيبها الورقه اللي فيها اسم المعرض الفني اللي فيه تمثال اندرو، وبتطلب لجيسيكا الاسعاف وبتمشي. تاني يوم بتصحى جيسيكا في المستشفى، وبيجي لها الدكتور وبيعرفها ان اللي حصل لها ده بسبب انها مهمله ومش بتاخد العلاج، وبيحذرها الدكتور انها لو ما خدتش علاج والتزمت ممكن تموت. فبتوعي جيسيكا انها خلاص هتلتزم من هنا ورايح على العلاج. في نفس اليوم بتخرج جيسيكا من المستشفى، واول حاجه بتعملها انها بتقتحم المعرض الفني اللي فيه تمثال اندرو، وبتفضل تدور على التمثال لحد ما بتلاقيه. واثناء ما كانت بتدور على التمثال بتسمع عامل في المعرض بيتكلم مع واحده، بتروح تشوف مين دي، فبتلاقيها تريش واللي جايه برضه هنا توصل لاندرو. عموما بتفضل جيسيكا تراقب تريش اكتر واكتر، وبتلاقيها حاليا بتغفل العامل اللي معاها، وبتقعد على الكمبيوتر بتاع الشركه وبتاخد منه معلومات الاتصال بتاعت اندرو. ولما بتخرج تريش من المعرض بتلاقي جيسيكا مستنياها وبتطلب منها معلومات الاتصال عشان توصل هي كمان لاندرو، لكن تريش بترفض لانها عاوزه توصل له هي الاول. بكل بساطه بتضربها جيسيكا وبتاخد منها الموبايل بتاعها اللي عليه معلومات الاتصال وبتتصل باندرو. جيسيكا بتعرف اندرو دلوقتي في المكالمه انها من المعرض الفني، وانهم باعوا التمثال بتاعه خلاص وعاوزه تقابله تديله الفلوس. فبيعرفها اندرو العبيط عنوان، فمن غير تضييع وقت بتروح جيسيكا لاندرو وبتضربه وبتثبته وبتساله ليه بعت حد يقتلها. فبيستغرب اندرو وبيعرفها انه ما بعتش حد يقتلها، بالعكس ده لما هي وتريش جم عنده البيت خد بعضه وهرب فورا منهم عشان كان خايف يقتلوه. وقتها بتصدق جيسيكا الكلام ده، وبتعرف ان اندرو فعلا ممكن ما يكونش ليه علاقه بمحاوله قتلها، فبتربطه جيسيكا وبتتصل بتريش وبتعرفها ان اندرو ملوش اي علاقه بمحاوله قتلها عشان كده سابته، وتعرفها انها تقدر دلوقتي تيجي تكمل شغلها معاه لو عاوزه يعني تسلمه للعداله، وبتقفل معاه. بعد كده بتروح جيسيكا بيتها، وهنا بقى بيجي لها ايريك يزورها ويتكلم معاها. واثناء ما كان ايريك بيتكلم مع جيسيكا بتفضل جيسيكا تفتكر يوم الحادثه اللي تعرضت لها، وان ايريك كان عندها وهو الوحيد اللي كان عندها، وبتبدا جيسيكا تشك ان ايريك ده له يد في محاوله قتلها. على طول بتمسكه بعنف وبتامره يقول لها كل حاجه عن محاوله قتلها ومين اللي وراها واللي هتخلص عليه حالا. بترعب ايريك وبيقرر يقول كل حاجه. وقبل ما اقول لك ايريك قال ايه لجيسيكا بنرجع الاول للماضي. بنشوف ايريك مخطوف من عصابه كده بتاعت واحده اسمها سال، وسال دي بتفضل تعذب في ايريك لان المفروض يعني ليها فلوس عنده، فبيوعدها ايريك انه هيجيب لها الفلوس دي في اسرع وقت. وبس بنرجع للوقت الحالي، وبيبدا ايريك يتكلم مع جيسيكا ويحكي لها. ايريك عرف جيسيكا ان عنده قوه خارقه غريبه حبتين، وهي انه لما بيمشي او بيقعد جنب اي شخص شرير وعامل مصايب ايريك بيحس بيه وبيتصاب بصداع شديد جدا، وبيعرف ان الشخص ده شرير. مش بيقدر يعرف الشخص ده عمل جرائم ايه بالظبط، لكنه بيتاكد انه مجرم. وايريك عنده الموهبه دي من زمان جدا لكنه عمره ما استخدمها، بس اخر فتره ولما اتداين لسال قرر ايريك يستخدم قوته دي. فبدا يمشي وسط الناس في الشارع ويعرف مين فيهم مجرم، لحد ما قدر يوصل لثلاث مجرمين. فبكل اختصار بعت للمجرمين دول ابتزهم بفلوس وطلب منهم يسيبوا الفلوس في اماكن معينه. ويريك بقى شاكك ان في واحد منهم قدر يكشفه وهو اللي جه ده وراه وحاول يقتله، لكن ليه جيسيكا بالغلط مكانه فقتلها وهرب. وبس هي دي الحكايه بالكامل. طبعا ما تصدمش جيسيكا من كل ده، لكنها بتقرر تتبع الثلاث اشخاص اللي ايريك بيقول عليهم دول لحد ما يعرفوا مين فيهم هو اللي حاول يقتل جيسيكا. اثناء الكلام ده الباب بيخبط، فبتفتح جيسيكا الباب بتلاقي تريش. بعد السلامات وكل ده بتعرف جيسيكا تريش انها حبست اندرو، وبتطلب تريش من جيسيكا يشتغلوا سوا، بس جيسيكا بترفض، وبتعرف تريش انها شغاله حاليا مع ايريك، فبتتضايق تريش وبتمشي.
بعد شوية بينزل إيريك للشارع وبتعدي تريش من جنبه وبتسمعه هو بيتكلم سال وبيعرفها إن فلوسها هتكون عندها في أقرب فرصة. فبتحفظ تريش اسم سال وبتقرر تبحث وراها وتعرف مين دي. المهم بنرجع لجيسيكا وإيريك واللي بيروحوا دلوقتي ياخدوا فلوس من مكان معين كده. المفروض إن أول واحد في المجرمين التلاتة اللي إيريك بيبتزهم حط الفلوس هنا، بس جيسيكا مش بيفرق معاها الفلوس وبتكون عايزة تعرف هل الشخص ده حاول يقتلها ولا لأ. فعلا بتروح جيسيكا وإيريك لأول واحد واللي اسمه تود، وطول بتسأله جيسيكا هل حاول يقتلها ولا لأ، فبينكر. فمش بتهتم جيسيكا وبتفضل تدور في بيت تود ده لحد ما بتكتشف إن تود ده زبالة جدا، لأنه بيصور في البيت بتاعه أفلام مش كويسة للأطفال، وطبعا دي هي جريمته اللي إيريك ابتزوا عليها، وهو ما يعرفش إيه هي الجريمة أصلا، هو بيبتزوا عشان عامل جريمة إيه هي ما يعرفهاش. وفي كل الأحوال بتقرر جيسيكا إن تود ده مهما حصل لازم يتعاقب، فبتحبسه في خزانة البيت وبتبلغ الشرطة وبتمشي. في الأثناء دي بتتصل تريش بجيسيكا وبتعرفها إنها بحثت ورا سال اللي مسلفها إيريك فلوس، واكتشفت إنها رئيسة عصابة كبيرة جدا وخطيرة، وإن جيري تبقى محاميتها، وتطلب تريش من جيسيكا يتعاونوا سوا ويوقفوها، لكن جيسيكا بترفض، بتقرر تريش تتصرف لوحدها. وعلى طول بتروح تريش لمالكوم في الشركة وهي ملسمة، لكنها يعني بتقلع القناع وبتوريه نفسها وبتطلب منه بقى تاخد معلومات عن سال، فبيوافق مالكوم وبتاخد تريش المعلومات وبتمشي. على الجانب الآخر بياخدوا إيريك وجيسيكا فلوس الشخص التاني اللي ابتزوه، واللي بتكون ست اسمها رينا، وكالعادة بيروحوا يزوروا رينا في الشركة اللي شغالة فيها. وبتكتشف جيسيكا بقى إن رينا دي محاولتش تقتلهم ولا حاجة، لكن يعني جيسيكا بتسألها هي إيه الجريمة اللي عملتها ودفعت الفلوس عشانها، فبتعرفها جيسيكا إنها اختلست ملايين من الشركة اللي بتشتغل فيها. بتتعصب جيسيكا وبتروح لكل موظفين الشركة وبتعرفهم حقيقة رينا، وبتمشي هي وإيريك بكل شياكة. بعدها بتروح جيسيكا وإيريك للمكان اللي المفروض فيه فلوس المجرم التالت، لكنهم بيلاقوه بس مش فلوس. بيفكر إيريك شوية وبيعرف جيسيكا إن ممكن الشخص التالت ده مش مجرم وعشان كده ما حطش فلوس، وانا حسيت غلط تجاهه وفكرته مجرم لكن طلع مش مجرم. وبيعرف إيريك جيسيكا إن كده بحثهم انتهى ويروح يدي الفلوس لسال وبيسيبهم يمشي. أما جيسيكا فبشوية تفكير بتدرك إن الشخص التالت ده مجرم بجد، لكنه مرضيش يسيب فلوس لحد بيبتزه وقرر يخلص منه، وأكيد هو اللي حاول يقتلني. بمجرد بقى ما أدركت جيسيكا كل ده بتاخد بعضها وبتروح لبيت المجرم التالت ده واللي اسمه جريجوري. جيسيكا أول ما دخلت بيت جريجوري ده لقيته بيت غريب، ولقيت عنده سكاكين كتير جدا شبه السكينة اللي أصلا اتطعنت بيها، فبتعرف جيسيكا إن جريجوري ده هو المجرم اللي حاول يقتلها. أثناء ما كان جيسيكا في البيت بيوصل جريجوري، واللي أول ما بيشوف جيسيكا مش بيخاف، بالعكس ده بيعرفها إنها مش هتقدر تلمسه لأن بيته كله مراقب بالكاميرات، ولو عملت حاجة الشرطة هتقبض عليها. وبيعرف جريجوري جيسيكا إنه قاتل وإنه كان بينفذ جرائم قتل بشكل دايم، وده يا صديقي راجع لإنه مجنون خالص. في المجمل يعني عرف جريجوري جيسيكا إن صديقها إيريك بدأ يبتزه من فترة، فقرر يقتله عشان خاطر ما يبتزوش تاني، لكنها كانت موجودة مكانه بالغلط فطعنها بالغلط. وعرفها جريجوري إنه مش هيبطل قتل وإنها مش هتقدر تقف قدامه، وعرفها كمان إنه سايب لها مفاجأة في بيتها لازم تروح تشوفها. فبتلاقي جيسيكا وبتمشي فورا عشان تشوف سايب إيه. في نفس الوقت ده بقى بيروح إيريك يدي الفلوس لسال، لكن رغم كده سال ورجالتها بيقرروا يقتلوه لانه اخر الفلوس عليهم، فبيربطوا في رجله حديده وبيرموه في البسين بحيث يغرق، بس لحسن الحظ بتوصل تريش وبتفضل تضرب في كل رجاله سال بكل قوه وبتبدا تهزمهم كلهم. اما إيريك فبيقدر يفك نفسه وبيخرج وبيشوف تريش بالقناع، فمش بيعرف مين دي لكنه بيشكرها جدا وبيمشي. اما تريش فبتفضل في البيت وبتجيلها سال وبتحاول تضربها، لكن تريش بتكون اسرع وبتقدر توقع سال اللي كانت شايله حديده كده فدخلت في بطنها. وقتها اترعبت تريش من اللي عملته، لكنها ما اهتمتش قوي وهربت من المكان بسرعه. اما جيسيكا فبتروح لبيتها وبتقابل إيريك اللي مستنيها قدام البيت، فبتاخده وبتدخل. وهنا بقى بتدور جيسيكا على الحاجه اللي سايبها لها جريجوري في البيت، فبتلاقي شنطه كده فيها فلوس الابتزاز ولكن متغرقه دم، وعرفت جيسيكا ان دي رساله وان جريجوري ناوي يقتلها. على ذكر جريجوري فبنشوفه حاليا في بيت شخص ما، وبيكون قاتل الشخص ده وعمال ياكل تفاح وهو مبسوط ولكنه عمل حاجه خالص. وجريجوري قاتل الشخص ده ليه؟ لانه قاتل متسلسل يا صديقي ومريض نفسي. واكبر دليل على كده انه بعد ما قتل الشخص ده بيروح يقف قدام المرايه وبيفضل يكلم نفسه شويه، بعد كده بياخد صوره صورها للشخص اللي قتله وبياخد بعضه وبيمشي. في الاثناء دي بتكون جيسيكا قاعده مع تريش، وبنعرف ان جيسيكا قررت تتخطى مشاكلها هي وتريش، وحاليا بقى بتطلب من تريش تساعدها عشان يوقعوا جريجوري. وبتعرف تريش انهم محتاجين يراقبوا جريجوري دايما، بس لازم ياخدوا بالهم جدا لانه ذكي بشكل مش طبيعي، فبتوافق تريش وبينزلوا عشان يراقبوه. على الناحية التانية فجيريا صديقي كانت معاها صديقة ليها كده اسمها كاس، وبتكون كاس منهارة لأنها اكتشفت إن جوزها بيتر بيختلس فلوس من الجمعية الخيرية اللي عاملينها باسم روزي بنتهم الميتة. وعلى صديقي حاجة على جنب كده، المفروض إن جيري هي اللي فضحت بيتر ده وخلت مالكم يدور وراه وقدروا يفضحوه، وجيري عملت كده لأنها عاوزة تبعد بيتر عن كاس صديقتها، ومش مهم بقى ليه عاوز تبعده عنها، بس المهم إنها عاوزة كده. المهم فعلا ان حاليا بيوصل بيتر لبيت جيري وبيبدا يتخانق مع جيري وبيقول لكيس ان جيري هي اللي دورت وراه عشان تفضحه ويبعد عنها، لكن كيس مش بتقتنع فبياخد بيتر بعضه وبيمشي.
لكن قبل ما يمشي بيعرف جيري انه متاكد انها ورا كل ده وعشان كده هيفضحها هي كمان، وبيسيبها وبيمشي. في الوقت ده بتقلق جيري ان بيتر يكون عارف فعلا انها هي اللي عملت كده ودورت وراه، فبالتالي بتتصل على مالكوم وبتساله هل وهو بيدور ورا بيتر عمل حاجه غلط وبيتر قدر يكشفه. في الوقت ده بيتوتر مالكوم لان فعلا في مره كان في مكتب بيتر وبيفتشه وبيتر شافه لكنه قال له اي حاجه ومشى. وحاليا بقى بيكذب مالكوم على جيري وبيعرفها ان بيتر ما يعرفوش اصلا. بعدها بيقول لها كمان انه عاوز الفتره الجايه ياخد اجازه من المكتب كام يوم مش اكتر، وبيكون عمل كده بحيث يعني لو بيتر جه المكتب ما يتعرفش عليه. مثلا بعد شويه بنشوف زايا مساعده جيري في المكتب بتروح لجيري عشان توريها حاجه. ويا صديقي حاجه على جنب كده كمان، زايا دي تبقى صديقه مالكوم جدا وبيحبوا بعض. المهم ان زايا حاليا ورت جيري فيديو مصيبه، الفيديو ده بيظهر فيه بيتر وهو في بانيو كده وبيقول ان جيري كانت سبب فضيحته وفضحته بشكل مش قانوني عشان تبعد مراته عنه، وبيعرف بيتر الكل انه هينتحر وجيري هي سبب كل ده. بعد كده بيظهر في الفيديو وهو منتحر وبتعرف زايا جيري ان الشرطه لقيت جثته في بيته. طبعا بتصدم جيري من كل ده وبتكونش عارفه تعمل ايه بعد المصيبه دي، لكنها في المجمل بتسيب المكتب وبتروح بيتها عشان تشوف صديقتها كاس انها قاعده عندها، بس مش بتلاقي كاس، فبتتصل بيها فبتطلب منها كاس تبعد عنها نهائيا وبتقفل في وشها. عامة جيسيكا وتريش حاليا بيوصلوا عند بيت جريجوري وبيقسموا نفسهم عشان كل واحده تراقبه من مكان. واثناء ما كانت تريش بتراقبه بتلاقي جريجوري رجع لبيته وبيحط صوره كده في البومه وبيخبيها، والعلم دي صوره الراجل اللي شفناه بيقتله من شويه. المهم انه بيخبي البوم الصور وبياخد بعضه وبينزل من البيت، وبتقرر جيسيكا تمشي وراه. اما تريش فبتدخل بيت جريجوري وبتجيب الالبوم وبتفضل تصور الصور اللي فيه واللي بتكون لناس كتير جدا جريجوري قتلهم، لكن طبعا تريش ما تعرفش كده، بتصور الصور بس بحيث يعني يبحثوا ورا الناس دي. اما بقى جيسيكا في الوقت ده كانت ماشيه ورا جريجوري وبتلاقي جريجوري راح قعد في مكان ما كده. المكان ده كان واقفين عنده كام فتاه ليل، منهم بنت كده اسمها بيري، وحاليا بيجي البيري شخص كده اسمه جور وده اللي بيشغلها وبيحميها، والمهم يعني بياخد منها جور فلوسه وبيبعدها بعيد عنه. وبعد شويه بيوصل للمكان حد لا يمكن نتوقعه، انه بيوصل للمكان اريك. فبتستغرب جيسيكا وبتفضل تراقب اريك، فبتلاقي اريك راح لجريجوري واتكلم معاه شويه، بعدها سابه وراح ادى الجور فلوس وخد البنت اللي اسمها بيري دي بالعافيه وراح بيها الفندق. فبتمشي جيسيكا وراهم وبتدخل الفندق ده وبتدخل الاوضه اللي فيها اريك وبيري، فبتلاقيهم كانوا بيتخانقوا سوا في الوقت ده. المهم ان اريك بيستغرب من وجود جيسيكا وايه اللي جابها هنا، وبيسالها بتعمل ايه. بتعرفوا انها كانت بتراقب جريجوري لحد ما لقيته جه قبله، وبتساله انت تعرف جريجوري ده منين وبتعمل ايه. فبيبدا اريك يحكي لجيسيكا كل حاجه وبنفهم كل حاجه. اريك عرف جيسيكا انه ما كانش جاي يقابل جريجوري ولا يعرفه، لكن جريجوري بشكل مش مفهوم قدر يعرف ان اريك هو اللي كان عاوز يبتزه ويطلب منه فلوس، وبالتالي بعد كده قدر جريجوري يوصل لبيري واللي هي اصلا اخت اريك، وعرف اريك انه هيقتلها. فاضطر اريك دلوقتي يجي يقابل جريجوري واتخانق معاه وعرفه انه عارف كل مصايبه وعشان كده كان بيبتزه، وعرفه انه لو قرب لبيري تاني هيزعله. بعد كده خد بيري عشان يحميها، وصح بيري مجنونه ومختله عقليا شويه ودايما بتهرب وتشتغل الشغلانات القذره والحرام دي من ورا اريك، لكن اريك حاليا خدها عشان يوديها مكان امان بحيث جريجوري المجنون ده ما يزيهاش. بعد ما عرفت جيسيكا كل ده بتقرر انها هتساعد اريك واخته، فبتاخدهم معاها وبتروح لبيتها وبتروح لمالكوم وبتديله فلوس وبتطلب من مالكوم انه ياخد بيري لمكان امان ويحميها. فبيوافق مالكوم وبياخد بيري، وقتها اتكلم اريك مع جيسيكا وعرفها انه مش واثق في مالكوم ده لان اريك بيحس باي حد شرير وبيجيله صداع لما بيقرب له، وحاليا جه لاريك صداع قوي من ناحيه اريك. والعلم ده حصل لاريك لان مالكوم فعلا اخر فتره عمل حاجه شريره وهي انه ساعد جيري تفضح بيتر. عامة بتطمن جيسيكا اريك من ناحيه مالكوم، وبيروحوا بعد كده بيت جيسيكا واللي كانت فيه تريش. وحين عرفت تريش جيسيكا انها خدت صور من البوم بتاع جريجوري، ولما بحثت عن الصور دي اكتشفت انها صور لناس مختفيه وغالبا جريجوري قتلهم كلهم. طبعا بتصدم جيسيكا وبتعرف ان جريجوري قاتل متسلسل، فبتقرر تفضل تدور وراها هي وتريش لحد ما يوقعوا. تاني يوم بنشوف ان جيسيكا واريك قاعدين شغالين على القضيه وبيفضلوا يفكروا جريجوري بيتخلص من جثث ضحاياه فين، انهم لو عرفوا مكان الجثث دي هيبقى معاهم على الاقل دليل انه قاتل. وبعد تفكير طويل بيتوقعوا انه اكيد بيقطع الجثث وبيتخلص منها. فبتيجي جيسيكا فكره وعلى طول بتروح تقابل تريش اللي كانت بتراقب جريجوري اصلا دلوقتي، وبتعرف جيسيكا تريش ان اكيد جريجوري بيقطع ضحاياه وبيرميهم في مكان معين، وعشان يعرفوا فين المكان ده في خطه كده لازم ينفذوها، وبتاخد جيسيكا تريش عشان ينفذوا الخطه. في نفس اليوم بالليل بيكون جريجوري قاعد في بيته فبيلاقي حاجه كده اتحدفت عنده في البيت، والحاجه دي بتكون ايد بشريه في كيس كده، والعلم الايد دي جابتها جيسيكا وتريش من المشرحه ورموها لجريجوري. يعني بيفتكر جريجوري ان دي ايد حد من ضحاياه وان حد وصل لمكان الاشلاء بتاعت الجثث اللي بيقتلهم واكيد جاب الايد دي منهم ورماها له دلوقتي عشان يبتزه. فعلى طول بياخد جريجوري الايد عشان يرميها، وبتمشي جيسيكا وتريش وراه.
لحد ما بيلاقوه بقى راح لجراج مهجور كده وفي عربيات قديمه، وبيلاقوه راح لصندوق عربيه ضخم وفتحه ورمى فيه الايد وقفله تاني. وبكده بيعرفوا ان جريجوري بيتخلص من الاشلاء بتاعه الجثث اللي بيقتلها في العربه او الصندوق ده. فعلى طول بتقرر جيسيكا تدخل الصندوق، اما تريش فبتمشي ورا جريجوري. وبنكمل مع جيسيكا واللي بتدخل الصندوق ده وبتلاقي فعلا اشلاء الجثث كلها في كل مكان. جريجوري المجنون بيتخلص من الجثث هنا. الفكره بقى ان جيسيكا بتقع في فخ كده، وفجاه الصندوق ده بيقفل عليها وبتبدا غازات تنتشر في المكان، وبتبدا جيسيكا تتعب وما بتقدرش تاخد نفسها، وبتفضل تحاول تكسر في الصندوق بس بلا فائده. بقى جريجوري بيقدر يكشف تريش، فبتتعارك تريش معاه، واثناء ما كانوا بيتعاركوا بيسمعوا جيسيكا وهي بتحاول تخرج من الصندوق قبل ما تموت، فبتسيب تريش جريجوري وبتروح لجيسيكا وبتنقذها وبتخرجها، والحمد لله بتكون جيسيكا بخير. فبتقعد بقى هي وتريش يستريحوا. بعد شويه من كل ده بنشوف مالكوم في البيت، وفجاه بيوصل عنده جور الراجل اللي بيشغل بيري معاه، وحاليا جور بيكون جاي لان بيري كلمته، وبيضرب جور مالكوم وبياخد بيري وبيمشي. اما بقى ايريك فبيكون قاعد في بيت جيسيكا مستنيها، بس مش جيسيكا اللي بتيجي دلوقتي بل جريجوري. وبيغم على ايريك وبيفضل يخنق فيه لحد ما بيغم على ايريك، وهقول لك جريجوري عمل فيه ايه تاني ولكن قدام. على الناحيه الثانيه بنلاقي جيسيكا بلغت الشرطه عن مكان الجثث، وبتيجي الشرطه حاليا وعلى راسهم المحقق كوستا، وبيخرجوا اشلاء الجثث كلها. وبتكلم كوستا مع جيسيكا بعد كده، فبتديله جيسيكا اسم القاتل اللي هو جريجوري وعنوانه وبتمشي. في نفس الوقت ده بنشوف ان جريجوري خاطف ايريك في مطعم مهجور كده، وبيفضل يعذبه وبيكون هيقتله، لكن بعد ما يعرفه الاول هو ازاي كشفه وكان بيبتزه على اساس ايه. طبعا مش بيرضى ايريك يقول له حاجه ولا بيعرفه على الموهبه اللي عنده، فبيفضل جريجوري يعذب فيه ويعذب فيه. بعد شويه بيتصل جريجوري بجيسيكا من موبايل ايريك وبيعرفها ان ايريك معاه وهيقتله، وبيقفل معاه. في الوقت ده بتتقابل جيسيكا مع مالكوم وبتساله عن بيري، فبيعرفها ان جور جه خدها، فتطلب جيسيكا منه ان هو يجيبها باي شكل كان، لان جريجوري خطف اخوه هو الثاني وممكن يخطفها هي كمان. فبيوافق مالكوم وبياخد بعضه وبيروح لجور وبينزل في ضرب. بعد كده بيتكلم مع بيري وبيعرفها ان اخوها اتخطف من قاتل، وانها لازم تيجي تعيش عنده عشان خاطر تكون في امان هي كمان لغايه ما اخوها يجي، وبيسيبها ويمشي. في الاثناء دي بتروح جيسيكا لعند بيت جريجوري، وهناك بتقابل المحقق كوستا، وبيعرفها المحقق كوستا انهم اكتشفوا ان في 7 جثث في العربيه، ودول اللي قتلهم جريجوري. لكن في الالبوم بتاعه اللي بيحتفظ فيه بصور القتلى بتوعه في 8 اشخاص، وده معناه ان في جثه كمان لازم نوصل لها. فبتقرر جيسيكا توصل للجثه دي وتعرف بتاعه مين. بتاخد جيسيكا صوره الشخص اللي مش لاقيين جثته ده، وبتروح لمالكوم وبتطلب منه يعرف لها مين الشخص ده اصلا. فبيفضل مالكوم يبحث، وبيعرفها في الاخر ان الصوره دي لشخص كده اسمه كاسبر، وكاسبر ده مش ميت. طبعا بتستغرب جيسيكا ازاي في صوره ليه عند جريجوري ومش ميت، لكنها يعني بتروح لكاسبر ده في المطعم اللي شغال فيه، وبتكتشف انه طباخ، وبيعرفها ان جريجوري فعلا خطفه لكنه يعني ما قتلهوش ما يعرفش ليه. فبتعدي جيسيكا الموضوع وبتساله جريجوري كان خطفه فين، فبيعرفها انه كان خطفه في مطعم مهجور كده. بتشك جيسيكا ان ايريك في المطعم ده وهيتقتل هناك، وبتقرر هي وتريش يروحوا له فورا. في الاثناء دي بنشوف ان جريجوري كان لسه بيحقق مع ايريك عشان يعرف منه هو عارف منين انه قتل. واثناء ما كان جريجوري بيتكلم مع ايريك بيقرب منه، فبيلاقي ان ايريك بيتعذب، وهنا بيعرف جريجوري ان ايريك بيتعذب لما يقرب منه. فبيفضل جريجوري يقرب منه ويقرب منه، وده بيتعب ايريك جدا. فبيعرف ايريك جريجوري الحقيقه وانه بيحس بالشر وبيتاثر بيه، وعشان كده عارف انه قاتل وكان بيبتزه. طبعا بينبهر جريجوري بالكلام ده، لكن ايريك مش بيديله فرصه لانه بيقدر يفك نفسه وبيضربه. وبتوصل جيسيكا وتريش وبيفضلوا يضربوا في جريجوري لحد ما بيفقد الوعي، فبيقرروا بعد كده يبلغوا عنه. بعد شويه بتكون جيسيكا مع المحقق كوستا، واللي بيعرفها انهم تحفظوا على جريجوري، بس في مشكله وهي ان كل الاشلاء اللي ايوها لجثث ما عليهاش اي بصمات جريجوري تماما، وده معناه انه هيخرج من القضيه دي بكل بساطه عشان ما فيش دليل على انه هو اللي قتله، والناس اللي ماتوا دول هيروح حقهم. طبعا الكلام ده ضايق جيسيكا جدا ومش بترضى بيه، فبتقرر تتصرف وتروح لجيري تشوف لها حل. على ذكر جيري فبنشوف ان جيري بقى بعد الفضايح اللي حصلت لها دي جمعت كل فريقها والناس اللي شغالين معاها، وعرفتهم ان الكلام اللي قاله بيتر جوز كيس هيأثر عليهم الفتره الجايه، وبالتالي لازم يتواصلوا مع كل العملاء بتوعهم ويقنعوهم يكملوا معاهم شغل عشان ما يخسروش كل حاجه. فبيوافقوا الكل وبيبداوا يشوفوا شغلهم. اما جيري فبتروح عشان تزور كيس، لكن بيقابلها لورنت ابن بيتر وكيس، واللي بيهزقها دلوقتي على اللي عملته وخلت ابوه ينتحر. بعدها بيزقها فبتقع جيري وبتحرق، فبتاخد بعضها وبتمشي. بعدها بترجع للمكتب ومش بتلحق تفوق من اللي حصل لها، بتلاقي مصيبه تانية ان بيجي لها ستيفن، وده شريكها القديم اللي جيري طردته لو تفتكر. وحاليا بيعرفها ستيفن انه خد كام عميل كبار عندها، وبيطلب منها ان هي تسلمه كل ملفاتهم، وبيسيبها وبيمشي وهي حرفيا هتموت من الغيظ. ما عداش وقت طويل على كل ده، وجا جيسيكا لجيري، وعرفت جيسيكا جيري انها قدرت توصل لمجموعه جثث، وقدرت توصل للقاتل بتاعهم واللي هو جريجوري، لكن مفيش اي اثبات عليه عشان مفيش بصمات. وبتسال جيري تعمل ايه في حاله زي دي، فبتعرفها جيري انها لازم تجيب شاهد على جريجوري على الاقل في اي قضيه من القضايا دي، وبكده هتحبسه على الاقل. فبتقرر جيسيكا تعمل كده وبتسيب جيري وبتمشي.
اما جيري فتطلب من مساعدتها ان هي تجيب لها كل المعلومات عن قضيه الجثث السبعه دي، لان جيري ناوي تشتغل في القضيه دي عشان خاطر ترجع مجدها وعملائها، وطبعا هنتاكد من كل ده قدام. اما جيسيكا في نفس الوقت ده كانت هي وتريشا قاعدين مع ايريك وبيحاولوا يقنعوا ايريك انه يعترف انه ابتز جريجوري، وبالتالي جريجوري خطفه بحيث يعني جريجوري يتحبس. بس المشكله ان ايريك في حاله زي دي هيتحبس هو كمان بتهمه الابتزاز، وده اللي بيرفضه ايريك لانه هيكون مع مجرمين كتير وكلهم شر، وده هيتعبه وهياثر عليه جدا ومش بعيد يموت، فمش هينفع يخش السجن. طبعا بتتفهم جيسيكا كلامه وبتقرر انها توقع جريجوري بطريقه ثانيه بحيث ما تاذيش ايريك. تاني يوم بتكون جيسيكا وتريش قدام القسم لان الشرطه قررت تخرج جريجوري بسبب ان معلوش اي ادله خالص، لكن هتكون القضيه بتاعته برضه شغاله. بيخرج جريجوري فعلا من القسم وبتكون معاه جيري، وبنعرف هنا ان جيري قررت تبقى محاميه جريجوري بحيث تجيب له براءه، وده هيخلي العملاء يرجعوا المكتبه من تاني لما يعرفوا انها ذكيه بالشكل ده. بعدها بتروح جيسيكا لجيري وبتتخانق معاها وبتطلب منها ما تترفعش عن واحد زباله زي جريجوري احسن لها، بعد كده بتسيبها وبتمشي. بتروح جيسيكا في الوقت ده وتريش البيت وبيفضلوا يفكروا يعملوا ايه لانهم عاوزين يثبتوا اي تهمه على جريجوري. فبعد بحث وشغل كتير بيكتشفوا ان اخو جريجوري الصغير دوني مات زمان في القريه اللي كان ساكن فيها جريجوري ودوني مع ابوهم وامهم وهم اطفال، وتحس جيسيكا ان جريجوري هو اللي قتل اخوه دوني، فبتقرر تروح هي وتريش للقريه بتاعتهم يمكن يقدروا يثبتوا ان فعلا جريجوري زمان قتل اخوه دوني. فلحد ما يوصلوا لحاجه بنروح بقى لجيري. بتكون جيري حاليا مع زايا مساعدتها وبتكلمه، وبنعرف من كلامهم ان جريجوري قال في الصحافه ان في اتنين خارقين هاجموه وهم جيسيكا وواحده تانيه مقنعه، وبيكون قصده طبعا على تريش، بس محدش يعرف انها تريش، فبيقرر بقى يدور لحد ما يعرف مين المقنعه دي. بعد شويه من كل ده بيجي جريجوري يعمل اجتماع مع جيري وزايا، وبيوصل كمان مالكوم وبيحضر الاجتماع. وبعد الاجتماع ده بيكون مالكوم قلقان جدا على زايا خصوصا من جريجوري، فبيقرر يدور وراه ويساعد جيسيكا عشان خاطر يوقعه. اما بقى زايا مع البحث ورا المقنعه دي بتكتشف انها هاجمت قبل كده سال ورجالتها واللي هم عملاء عند جيري. فكر زايا شويه وبتتوصل ان اكيد المقنعه دي دخلت الشركه عشان توصل لمعلومات عن سال، فبالتالي بتفضل تدور في تسجيلات كاميرات المراقبه لحد ما بتلاقي ان المقنعه دخلت الشركه فعلا وكمان اتكلمت مع مالكوم. وبتستغرب طبعا زايا هي تعرف مالكوم منين، وبتقرر تدور في الموضوع. على الجانب الاخر بتوصل جيسيكا وتريش للقريه بتاعت جريجوري وهو طفل، وفي القرية دي بتروح جيسيكا للاسم بتاع القرية وبتحاول تاخد من الشرطية اللي هناك اي معلومات كده ولا كده عن جريجوري وموت اخوه زمان، لكن الشرطية بترفض تديها اي معلومات. فبصناعة لطافة بتسأل جيسيكا ملف قضايا من الاسم وبتمشي. وتروح جيسيكا وتريش لفندق كده وبيفضلوا هناك يبحثوا في القضايا اللي معاهم، لحد ما بيكتشفوا ان زمان في القرية دي في طفل اختفى اسمه نيسن. الغريبة بقى ان الطفل ده كان صديق جريجوري الروح بالروح، بيشكوا طبعا ان جريجوري هو اللي قتله، فبالتالي بتروح جيسيكا تقابل ابو وام نيسن وبتفضل تسالهم عن نيسن وعلاقته بجريجوري، فبيعرفوها ان جريجوري كان صديق نيسن جدا وكانوا اكتر من اخوات، لدرجه ان جريجوري لما مات نيسن جه وساعد ابو وام نيسن في تظبيط بيتهم وبنى لهم كمان كوخ في جنينه البيت. في الوقت ده بتفكر جيسيكا شويه لحد ما بتتوصل ان اكيد جريجوري قتل نيسن ودفنه تحت الكوخ اللي بناه في الجنينه دي، فبالتالي بتروح للجنينه وبيشيل الكوخ نهائيا وبتفضل تكسر الارض تحته لحد ما بتوصل لشنطه، وبتكون داخل الشنطه دي جثه نيسن حتت. طبعا بيتصدموا ابو وام نيسن وبيفضلوا يعيطوا وهم مش مصدقين ان ابنهم اللي اختفى من سنين طلع في الاخر مدفون جنبهم في الجنينه. في المجمل بتيجي الشرطه بقى وبتاخد الجثث، وبتكلم جيسيكا كوستا وبتطلب منه يحاول يفحص جثه نيسن لانهم ممكن منها يثبتوا ان جريجوري قتله وبكده هيحاكمه. فبيوافق كوستا وبيقفل مع جيسيكا. اما جيسيكا فبترجع لمدينتها هي وتريش، وبيروحوا يلعبوا جريجوري في النادي اللي بيدرب فيه الاطفال على المصارعه. واثناء ما كانوا بيراقبوه بيقدر جريجوري يشوف جيسيكا فبيشاور لها تدخل له، فتدخل له وبيطلب جريجوري من جيسيكا يلعبوا ماتش مصارعه كده سوا، لكن ما تستخدمش قوتها المفرطه خالص، وهي دلوقتي هيغلبها ولو قدر يتغلب عليها تبطل تدور وراه وتعلن هزيمتها. فتوافق جيسيكا وبتتقاتل مع جريجوري وبتهزمه شر هزيمه، وبس بتسيبه وبتمشي وهي ناويه كالعاده تكمل تدوير وراه وتحبسه. اما بقى تريش فبنشوف ان تريش يا صديقي حبت الشهره اللي خدتها بعد ما جريجوري اتكلم عن الخارقه المقنعه دي، فبتعمل ايه بقى؟ بتصل باشهر جريده في المدينه وبتطلب يبعتوا لها مصور، فبيجي لها المصور وبيفضل يصور تريش وهي بتطير وتبين قدراتها الخارقه وهكذا، طبعا بتكون برضه محافظه على القناع بحيث ما حدش يعرف هويتها. تاني يوم بقى بتصحى جيسيكا على مكالمه من كوستا، كوستا عرف جيسيكا بقى ان البطله المقنعه وطبعا قصده هنا على تريش راحت اتصورت وعملت لقاء مع صحفي مشهور جدا وقالت انهم خرجوا جثه نيسن عشان يلبسوا جريجوري قضيه، وطبعا ده غلط وعشان كده الشرطه ممكن ما تفحصش جثه نيسن اصلا. في لحظه اتعصبت جيسيكا وعرفت كوستا انها هتتصرف، وبدون تضييع وقت راحت جيسيكا للاستوديو اللي تريش كانت فيه بتذيع حلقه من حلقات برنامجها وفضلت مستنيها بحيث تتكلم معاها. واثناء ما كانت جيسيكا مستنيه بتجيلها رساله على الموبايل، فبتفتح الرساله دي بتلاقيها عباره عن فيديو مبعوث من جريجوري،
جريجوري كان بيصور الفيديو ده وهو في مطعم كده ومش بيظهر خالص في الفيديو، لكنه بيتكلم وبيعرف جيسيكا انه النهارده هيقتل حد الساعه 7 والحد اللي هيموت ده هيموت بسببها هي، لانه هيقتله عشان تبطل تدور وراه. وبيكون جريجوري مركز في الفيديو اللي بيصوره حاليا ده على راجلين كده وست. طبعا بتصدم جيسيكا وبتشوف الفيديو ده هي وتريش وبيستغربوا ازاي جريجوري اصلا هيقتل حد وهو في بيته وفي ضباط بيراقبوه، لكنهم بيقرروا يتصرفوا. بتعرف جيسيكا تريش ان اكيد جريجوري هيقتل حد من الثلاثه اللي ظهروا في الفيديو ده، وبالتالي بتطلب جيسيكا من تريش تروح للمطعم ده وتحاول تعرف مين الثلاثه دول عشان يحموهم. فبتوافق تريش وبتاخد بعضها وبتروح للمطعم ده وبتسال الجرسون اللي هناك عن الثلاث اشخاص دول لو يعرف هويتهم. فبيعرف الجرسون انهم ناس جم فطروا ومشوا ما يعرفش مين هم. وقتها بتهبط تريش وبتمشي، اما بقى جيسيكا فبتروح هي وكوستا لبيت جريجوري وبيكتشفوا ان جريجوري اصلا مش في البيت وجايب واحد مكانه يقعد بحيث الشرطه تفتكر انه لسه في البيت. وقتها بيسيب كوستا جيسيكا بحيث ينزل يتصرف، اما بقى جيسيكا فبتصور فيديو وهي في بيت جريجوري وبتعرفه فيها انها هتوصل له وهتخلص عليه وبتبعت له الفيديو ده. فبيشوفه جريجوري وهو في الشارع وبيتعصب لدرجه ان في ناس بتاخد بالها منه. اما بعد كده بتروح جيسيكا وتريش البيت وبيكون جريجوري بعت فيديو تاني لجيسيكا وهو في الشارع وبيعرفها فيه انه هيقتل الضحيه الجديده بابشع طريقه بسبب اللي عملته في بيته. وبيكون جريجوري بيصور بنت كده ماشيه في الشارع وبتكون دي نفس البنت اللي ظهرت في الفيديو اللي فات. فبيعرفوا تريش وجيسيكا ان جريجوري هيقتل البنت دي، فبيقرروا يوصلوا لها، ولان البنت دي باينه من ظهرها بس مش من وشها فمش بيعرفوا هويتها الحقيقيه، لكنهم بيقرروا برضه يتصرفوا. فبيجيبوا مذيعه كده وبتعمل لقاء مع جيسيكا، وبتطلع جيسيكا في اللقاء ده ومعاها صوره البنت دي وبتقول ان البنت دي معرضه للخطر وممكن تتقتل النهارده، ولازم لو شافت الحلقه دي تسلم نفسها للشرطه بحيث يحموها. وبينتهي اللقاء على كده. بعد فتره بتيجي مكالمه جيسيكا من كوستا وبيعرفها ان جريجوري اتشاف في مكان كده في المدينه وبيعرفها المكان ده. فبتروح جيسيكا وتريش للمكان ده وبيفضلوا يدوروا فيه على جريجوري لكنهم مش بيلاقوه. بس اثناء ما كانوا بيدوروا بتاخد جيسيكا بالها من شركه كده في المكان ده، وبتكون جيسيكا عارفه الشركه دي كويس جدا، لان المفروض ان سواق من الشركه دي هو اللي عمل حادثه زمان مع عائلتها وعائلتها ماتوا في الحادثه دي. وبتفهم جيسيكا بشكل او باخر ان جريجوري عارف عن المعلومات دي فقرر ان هو يقتل حد شغال في الشركه. على طول وبدون تضييع وقت بتدخل جيسيكا وتريش للشركه وبيثبتوا موظف وبيوروا له صوره البنت دي وبيسالوه هل بتشتغل في الشركه هنا، فبيعرفهم انها فعلا شغاله في الشركه واسمها مونتلي. فبيامروا ياخدهم لمونتلي وبياخدهم فعلا، لكن بيجوا امن الشركه وبيحاولوا يوقفوا جيسيكا وتريش فبيضربوهم في السريع. وبيروحوا بعد كده للبنت اللي اسمها مونتلي وبيقرروا انهم يحموها. بعد فتره مش طويله بيوصلوا الشرطه بقياده كوستا عشان يحموا البنت. فبتكون جيسيكا هتمشي لكن الصحافه بيتلموا عليها وبيفضلوا يسالوها هي ليه لسه بتتهم جريجوري مع ان الحكومه برئته. وبيفضلوا بقى يسالوا جيسيكا عن صديقتها المقنعه، لكن جيسيكا مش بترد وبتيجي تريش وبتاخد جيسيكا وبيمشوا بسرعه من المكان. على الجانب الاخر بنشوف ان مالكوم بيروح شركه جيري لان جيري استدعته. فالمهم يعني بيلاقي مالكوم ان جيري وزايا بيشوفوا الفيديو اللي دخلت فيه تريش وهي مقنعه للشركه، لكن بتكون زايا قطعت الجزء اللي بيظهر فيه مالكوم وبيتكلم مع تريش بحيث يعني مالكوم ما يتاذيش. حاليا بتطلب جيري من مالكوم انه لازم يعرف مين المقنعه دي. اما زايا فبتتكلم مع مالكوم على انفراد وبتعرفه انها حامته من جيري لكن مش هتحميه تاني وما ينفعش يعمل اي حاجه تاني مخالفه، وبتنصحه انه لو يعرف المقنعه دي مين يعرف جيري، وبتسيبه وبتمشي. بعد كده بتيجي مكالمه جيري من صحفي كده، فبتعرف الجيري الصحفي ده انها عاوزه تنشر ان المقنعه اللي بتشتغل مع جيسيكا اقتحمت شركتها وعشان كده هتحاول تقاضيها هي وجيسيكا. اما بقى مالكوم فبيروح لجيسيكا واللي كانت لسه بتفكر جريجوري هيقتل مين. بتكون جيسيكا مقتنعه ان جريجوري خلاهم يدوروا ورا مونت ليدي ويحاولوا يحموها وهو هيقتل حد تاني من غير ما ياخدوا بالهم. وبتكون جيسيكا قلقانه انه يكون هيقتل حد تعرفه وبتعزه، وبتشك انه ممكن يكون بيتوههم عشان يقتل دارسي ام تريش لانها الانسانه الوحيده اللي تريش وجيسيكا بيهتموا شويه بامرها. وتعرف كلام جيسيكا فعلا صح، لان تريش بتدخل بيتها دلوقتي فتتفاجئ بدارسي موجوده ولكن جثه ومربوطه على كرسي، واضح انها اتعذبت بوحشيه حرفيا قبل ما تموت. في الوقت ده بتتصل جيسيكا بدارسي عشان تعرفها انها ممكن تكون في خطر، لكن تريش هي اللي بترد عليها وبتعرفها ان جريجوري قتل امها وعشان كده هتخلص عليه، وبتقفل تريش معاها بدون ولا كلمه زياده. جيسيكا بتقلق جدا من المكالمه دي فبتروح لتريش عند بيت جريجوري، فبتلاقي تريش نازله في ضرب وبتجهز لقتله، لكن جيسيكا بتلحقها على اخر لحظه وبتاخد جيسيكا بالها ان تريش كانت قلقه على القناع وده عصبها جدا لان كده جريجوري عرف هويتها. بس يعني في كل الاحوال بتاخد جيسيكا تريش وبتمشي وبيسيبوا جريجوري مغمى عليه. طبعا بتوصل الشرطه بعد شويه وبيلاقوه، فبيقرروا هما التانيين ينقلوه على مستشفى. اما جيسيكا فبتاخد تريش لمكان امان وبتفضل تهديها وبتعرفها انها لازم تفضل هنا لحد ما يشوفوا جريجوري هيعمل ايه. ما عداش وقت طويل بقى من كل ده واتصل كوستا بجيسيكا وعرف كوستا جيسيكا ان جريجوري اتنقل المستشفى وقال ان المقنعه هجمته لكنه ما قدرش يتعرف على هويتها، وبيعرفها كمان انهم وصلوا لجثه دارسي وانها ميته. فبتعمل جيسيكا نفسها متفاجئه، وبيعرف كوستا جيسيكا كمان ان في مصيبه ولازم تفتح التلفزيون تشوفها. فبتفتح جيسيكا التلفزيون
فبتلاقي جيري طالعة في مؤتمر وبتقول قدام الناس كلها ان المقنعة هجمت شركتها قبل كده وكمان هجمت جريجوري وعشان كده هتقضيها، وبتعمل جيري جايزة لكل اللي يقول عن المقنعة دي مين، وبينتهي المؤتمر على كده. طبعا بيكون مالكم في المؤتمر ده، فبيروح لجيري بعدها وبيعرفها ان اللي بتعمله ده غلط، لكنها بتعرفه ان دي شركتها وتعمل اللي هي عاوزاه، وبتطلب منه يدور على المقنعة بس من سكات وبتسيبه وبتمشي. الناحية التانية بنشوف ان جيزيكا بتوصل لها صورة من جريجوري، وبتكون الصورة متاخدة من كاميرا المراقبة بتاعت شقة جريجوري، وظاهر فيها تريش وهي بتضربه. فطبعا بتقلع جيزيكا وبتعرف ان كده جريجوري عاوز حاجة مقابل انه ما ينشرش الصور دي. فعلى طول بتروح جيزيكا لجريجوري وبتقابله، فبيعرفها جريجوري انه عاوزها تدمر له اي ادلة على جثة نيسن تثبت انه قتله، لانه عاوز يهرب من السجن بسرعة وفي نفس الوقت ما تحصلوش اي قضية، وفي المقابل مش هيفضح تريش. بتوافق جيزيكا على كلامه وغصب عنها، وبتروح جيزيكا بيتها وبتفضل قاعدة تفكر تعمل ايه. لكن لحسن الحظ بيجي عند جيزيكا إيريك، وإيريك بعرف جيزيكا انه شاف على التلفزيون ان دارسي ماتت وزعل جدا وجاي يعزيها، وبيعرفها كمان انه حاسس بالذنب لانه لو كان وافق يتسجن ويسجن جريجوري ما كانش دارسي ماتت. بس يعني جيزيكا بتعرفه انه مش ذنبه، وبتعرفه بقى انها عايزة تدخل مخزن الادلة بتاع الشرطة وتدمر منه الادلة بتاع جريجوري اللي هناك. فبيفكر إيريك شوية، وفي النهاية بيعرف جيزيكا انه يعرف ضابط كده اسمه كارل، وكارل ده ضابط فاسد وكان إيريك بيبتزه، وبالتالي بيعرفها إيريك حاليا انهم هيروحوا يبتزوه ويخلوه يوديهم مخزن الأدلة. فبتوافق جيزيكا وبدون تفكير وعلى طول بيروحوا لكارل ده وبيثبتوه جيزيكا وإيريك، وبيعرفوه انه هيوديهم مخزن الأدلة، فبيوافق كارل وهو مضطر. في الليل بتروح جيزيكا مخزن الأدلة لأن كارل كان مجهز لها كل حاجة ودخلت بمنتهى السهولة. المهم بتروح جيزيكا للأوضة اللي فيها جثة نيسن، بس قبل ما تدخل بتلاقي كوستا ودكتورة كده هناك لأنهم كانوا شغالين على جثة نيسن. وقتها بتبوظ جيزيكا البلاعة اللي في الأوضة، فالبلاعة بتضرب وبيجي ظابط وبيخرج كوستا والدكتور. فتدخل جيزيكا وبتبوظ الأدلة بمنتهى السهولة وبتخرج تاني وكأنها ما عملتش أي حاجة. بعد ما خلصت جيزيكا بتتصل على جريجوري وبتعرفه إنها خلاص دمرت الأدلة، فبيعرفها إن هو كمان مش هيفضح تريش وبيقفل معاه. بعدها بتروح جيزيكا وتريش لعند تريش، واللي اول ما بتشوف إيريك بتضربه لانها شايفه ان امها ماتت بسببه، فبيعتذر لها إيريك وبيمشي. اما جيزيكا بقى فبتعرف تريش كل اللي عملته وتدمرها للادله وجثه نيسن عشان تحميها وكل الكلام ده. فبتتعصب تريش ان جريجوري هيهرب من العقاب، لكنها بتقرر انها مش هتوقف لحد ما توقعه. بعد شويه بتروح جيزيكا بيتها، وهناك بيجي لها كوستا وبيعرفها انه توقف عن العمل بسبب ان الادله على جثه نيسن اتدمرت. فبتتضايق جيزيكا انها سبب في كل ده، لكنها مش بتقول حاجه وبيمشي كوستا. وقتها ما لحقتش جيزيكا تفوق من كل المصايب دي، ولقيت مصيبه اكبر لانها بتلاقي شرطه داخلين عليها وبيعرفوها ان الضابط كارل اتقتل بعد ما اتعرض للتعذيب، وانها اخر واحده اتشافت معاه وعشان كده هيتقبض عليها. طبعا بتصدم جيزيكا ومبتكونش فاهمه اي حاجه خالص. على الجانب الاخر بنشوف ان جيري كانت في مكتبها وبيجي لها لورنت ابن كاس وبيتر لو تفتكروا، ولورنت بقى عرف جيري انه جاي يطلب منها شغل لان في شخص اسمه ديمتري رافع قضيه على كاس وبيقول انها كانت بتختلس فلوس مع بيتر ولازم تتحاسب. وقتها بتفرح جيري وبتقرر تمسك القضيه، وعلى طول بتروح لكيس وبتعرفها انها هتمسك القضيه بتاعتها. كيس لسه ما نسيتش اللي عملته جيري ليها، لكنها وافقت تمسكها القضيه. بعد كده بيجي مالكوم يقابل جيري وبيعرف مالكوم جيري انه ناوي يستقيل لانها واخده صف الاشرار زي جريجوري، وده غلط وهو مش هيرضى بيه. وبيعرفها مالكوم كمان ان الفيديو اللي شافته وقت دخول المقنعه الشركه ما كانش كامل لانه قص منه شويه، وبيديها فلاش عليها الفيديو كامل وبيمشي. وبيكون مالكوم عمل كده عشان زي ما تأذيش بأي شكل كان لو عرفت جيري بعدين انها هي اللي قصت الفيديو. المهم بقى ان جيري بتقعد تشوف الفيديو، وهنا بتكتشف ان تريش وشها باين في الفيديو، او بمعنى ادق انعكاس وشها باين في احدى شاشات المكتب اللي موجوده وقت ما كانت واقفه بتتكلم مع مالكوم. وبكده بتعرف جيري اخيرا هويه البطله المقنعه الا وهي تريش. بنرجع مره تانية بقى لجيسيكا واللي كانوا لسه المحققين معاها. المهم بيحققوا معاها وبيفتشوا بيتها على امل يلاقوا اي حاجه تثبت توريط جيزيكا في قتل كارل، لكنهم مش بيلاقوا فبيمشوا. بعد كده بتروح جيزيكا وتريش لدار الجنائز، وهناك بيظبطوا كل التحضيرات لجنازه دارسي. بعدها بتبعت جيزيكا لايريك رساله انها عايزه تقابله، لان جيزيكا بتكون شاكه ان ايريك هو اللي قتل كارل، وبتكون حاسه ان الموضوع مع ايريك مش بس ابتزاز بل كمان بيقتل الناس الفاسده. المهم ان ايريك بيجي جيزيكا وبتواجهه جيزيكا بالكلام ده، فبيفضل ايريك ينكر انه قتل اي حد وبيودعها وبيمشي. بعد كده تطلب جيزيكا من مالكوم انه يبحث في الموضوع معاها، فبيوافق مالكوم لانه كده كده اصلا ساب الشغل مع جيري. تاني يوم بتروح جيزيكا تقابل جيري وبتاخد من جيري وصيه دارسي واللي كانت كاتباها عند جيري، لان جيري محاميتها. في الوقت ده بتستغل جيري الفرصه وبتفضل تسال جيزيكا بصناعة لطافه كده عن تريش، انها طبعا عرفت انها بطله خارقه، لكن جيزيكا مش بتديها اجابه مفيده وبتمشي. بترجع جيزيكا على البيت وبيجي لها مالكوم وبيكون بحث شويه في موضوع موت كارل، وبيعرف جيزيكا حاليا ان كارل لما مات الشاره بتاعته اتسرقت، ولو لقيتي الشاره دي بقى اكيد 100% هتلاقي القاتل. وقتها بتفكر جيزيكا وبتقرر تروح لايريك وتفتش بيته يمكن تلاقي الشاره دي.
فعلا بتروح جيسيكا لإيريك وبتعمل نفسها جاية تقعد معاه عادي وبتستنى لما بينام وبتدخل تفتش عنده في البيت عن الشارة دي، بس مش بتلاقيها، لكنها بتلاقي ملف كده عن شرطي اسمه جاستس كان إيريك بيدور وراه. فبتصور جيسيكا الملف ده وبتروح لمالكوم وبتبعت له ملف وبتطلب منه يبحث وراء الضابط ده، ولو اكتشف انه ميت يبقى كده إيريك اللي قتله ويبقى فعلا بيستهدف الفاسدين. بيوافق مالكوم وبيبدأ يشوف شغله، وفعلا بعد فترة بيقدر يعرف حبة حاجات كده عن جاستس. فبيتصل مالكوم على جيسيكا وبيعرفها انه بحث ورا جاستس ده واكتشف انه لسه عايش فعلا، لكنه اخر فترة بيجمع فلوس كتير لسبب مجهول، واضح انه بيجمعهم عشان يديهم لإيريك. فبتعرفه جيسيكا انه لازم يفضل يراقب جاستس ده عشان لو إيريك حاول يقتله يعرفه، وبتقفل معاه. بعد كده بتيجي لمالكوم بيري اخت إيريك وبتعرف مالكوم انها بطلت مخدرات وبطلت شغلها الزبالة بتاع زمان، وبتطلب منه ان هي يعني تقعد عنده كام يوم لحد ما تلاقي شغل لان ما عندهاش مكان تقعد فيه. بيوافق مالكوم وبيقرر يقعدها في بيته. في نفس الوقت ده كانت جيسيكا مع تريش وبيروحوا سوا دار الجنائز عشان جنازة دارسي. في وقتها بتطلع تريش تقول كلمتين لتأبين امها، ولحد هنا كل حاجة تمام. اللي مش تمام بقى ان جيسيكا بتلاقي ان ايد تريش متعورة تعوير كتير كده شكلها غريب. في اللحظة بتعرف جيسيكا ان تريش هي اللي قتلت كارل وان ايدها متعورة كده من كتر ما عذبت كارل بايدها، وبتفهم كده جيسيكا ان تريش هي اللي بتستهدف الفاسدين وبتقتلهم. فبتتصدم وبتسيب المكان وبتمشي. في الليل بنشوف ان جيسيكا قدام بيت تريش وبتراقبه، وتاني يوم الصبح بتنزل تريش من البيت عادي. فبتمشي جيسيكا وراها بحيث تفهم بتعمل ايه بالظبط لما بتطلع من بيتها، لكن جيسيكا مش بتقدر تكمل مراقبه بسبب ان بيجي لها دلوقتي ضباط وبيثبتوها وبيقبضوا عليها بتهمه قتل كارل. وبتكونش جيسيكا فاهمه حاجه لكنها بتسلم نفسها. في نفس اليوم ده بالليل بنشوف ان إيريك قدام مخزن كده وبيدخل المخزن ده، فيلاقي تريش عماله تضرب وتعذب الضابط جاستس، ايوه ده الضابط الفاسد اللي كانت جيسيكا ليت ملفه عند إيريك. بس لحظه واحده، هو ازاي اصلا تريش وإيريك راحوا سوا يقتلوا الضابط ده؟ عشان نعرف اجابه السؤال ده لازم نرجع للماضي شويه. بنشوف ان تريش لما امها ماتت خدت بعضها وراحت لجريجوري وكانت ناويه تقتل جريجوري، لكنها رجعت في كلامها لانهم في مستشفى. فتكلمت بقى مع جريجوري واللي فضل يغيظ تريش ويعرفها انه صور امها زي ما صور كل ضحاياه قبل ما تموت. طبعا اتصدمت تريش وراحت للبيت وفضلت تدور على صوره امها لحد ما لقيتها وزعلت جدا. بعد كده خدت تريش بعضها وراحت قابلت إيريك، وفضلوا هي وإيريك يتكلموا سوا لحد ما بالصدفه قال لها إيريك على الضابط كارل اللي هو وجيسيكا ابتزوه لانه ضابط فاسد وزباله. وقتها فكرت تريش وعرفت إيريك انها ممكن تروح معاه الكارل ده ويصوروه وهو بيعترف بجرائمه كلها، وبكده هيتحاسب لانه فاسد ويستاهل كده. وافق كارل وبالفعل رتب ميعاد مع كارل على اساس انه يبتزه، لكن في الحقيقه بقى تريش كانت مستنياه وبتنزل في كارل ضربه وبتخليه يعترف بكل اللي عمله، وكل ده وإيريك مستخبي وبيصور. وسط العركه دي بيشوف كارل إيريك وهو بيصور فبيتعصب وبيروح له عشان يوقفه، فبتضربه تريش وللاسف بيقع كارل على حديده كده ودماغه بتتفتح وبيموت. طبعا كانوا تريش وإيريك مصدومين لانهم ما كانوش عاوزين يقتلوه، بس اللي حصل حصل خلاص فبيهربوا. تاني يوم بقى راحت تريش عشان تظبط للجنازه لو تفتكر، وقابلت جيسيكا وعرفتها جيسيكا انها شاكه في إيريك انه قاتل. فطبعا اتفاجئت تريش، وبعد ما خلصت مع جيسيكا خدت بعضها وراحت لإيريك وعرفت إيريك بموضوع جيسيكا انها فاكراه هو القاتل، وعرفته كمان ان الشرطه بقى شاكين في جيسيكا هي ان هي القاتله، وده مخوف تريش لان الشرطه ممكن تقبض عليها وهي مالهاش ذنب. فبالتالي عرفت تريش إيريك انهم لازم يلاقوا حل. فكر إيريك شويه وعرف تريش انهم ممكن يهاجموا اي شخص شرير تاني لكن ما يقتلوهوش، وساعتها الشخص ده هيقول ان اللي هجمته واحده غير جيسيكا، وبالتالي الناس كلها هتعرف ان جيسيكا ما قتلتش كارل وبكده مش هيحصل لها حاجه. طبعا عجبت تريش بالخطه دي وقررت تنفذها. بعد اللي حصل ده تريش وإيريك بداوا يراقبوا جاستس عشان تريش تهاجمه زي ما خططوا بالظبط. وفي مره كانت تريش بتتدرب كده في بيتها، فبتجيلها جيري وبتعرفها انها عرفت حقيقتها وبتطلب منها انها تمسك حاجه كده على ديمتري الشخص اللي رافع قضيه على كيس عشان تقدر جيري تكسب القضيه دي، وفي المقابل مش هتعرف حد انها البطله المقنعه. فوفيت تريش غصب عنها وهي مضطره. بعد كده بقى تريش كانت رايحه لإيريك في مره بحيث يروحوا يضربوا جاستس وينفذوا خطتهم، لكن اثناء ما كانت تريش جايه لإيريك بيشوف إيريك ان جيسيكا بتراقبها، فبسرعه بيتصل إيريك بالشرطه واللي جم دلوقتي قبضوا على جيسيكا زي ما شفنا. ايوه إيريك هو اللي كلم الشرطه وقبضوا على جيسيكا وعمل كده بحيث جيسيكا ما تعطلش مهمتهم. وبس راحت بقى تريش لجاستس بحيث تضربه، وبعد كده جاستس يقول للشرطه ان في واحده هاجمته غير جيسيكا، وبكده تخرج جيسيكا برا. بس المشكله يا صديقي ان تريش بتنسى نفسها وبتفضل تضرب في جاستس لحد ما بتقتله، وعلمي برضه هي فضلت تضرب في جاستس لحد ما قتلته لانها تخيلته جريجوري اللي قتل امها، فضلت تقتل فيه وهي مش حاسه بنفسها خالص. وبس هي دي الحكايه بكل اختصار، واللي فهمنا منها كده ازاي إيريك وتريش بيحاربوا الاشرار سوا وقتلوا كارل وجاستس. بنرجع بقى للوقت الحاضر وبنكون مع جيسيكا واللي بتجي لها حاليا محققه وبتعرفها ان في حد هاجم جاستس وقتله، وده معناه ان مش هي اللي قتلت جاستس ولا كارل، وبالتالي انت براءه.
وقتها بتخرج جيسيكا من الاسم وعلى طول بتروح لبيتها، فبتلاقي إيريك مستنيها وبيعرفها إيريك إن تريش هي اللي قتلت كارل وجاستس، وبيعرفها إيريك إنه حاول يساعدها لكنه اكتشف إنها مجنونة لأنها كانت عايزة تدور على باقي الفاسدين في المدينة وتهاجمهم، لكن ما رضتش يساعدها أكتر من كده. وقتها بتفكر جيسيكا وبتعرف إن تريش أكيد هتقتل بعد كده جريجوري في المستشفى، فبتقرر جيسيكا تروح تلحقه لأن جيسيكا مش عايزاه يتقتل بل يتحاسب. على ذكر جريجوري فبيكون حاليا خارج من المستشفى فعلا، لكن بتجيله تريش وبتبدأ تهاجمه وتضربه بكل قوة، وبتوصل جيسيكا في الوقت المناسب وبتبعد تريش عن جريجوري وبتاخده وبتهرب. تريش بتفضل تطاردهم هما الاثنين، لكن جيسيكا بتقدر تتخلص منها وبتاخد جريجوري وبيهربوا برضه. جيسيكا بقى أول ما هربت خدت جريجوري وودته لجيري، وعرفت جيري إنها لازم تحمي جريجوري وتخبيه في مكان كده غير بيته لأن تريش هتحاول تقتله، وبتعرفها جيسيكا إنها حامته عشان تقدر تحاكمه ولازم جيري تساعدها، بس جيري بترفض، فبتاخده جيسيكا وبتهرب وبتقرر تتصرف لوحدها مع تريش. عشان تتصرف جيسيكا بقى مع تريش بنشوف حاليا إن إيريك بيروح لمالكوم وبياخده عشان يوصلوا لتريش. بعد شويه من كل ده بنشوف ان جيسيكا مع جريجوري في بيته، وبتفضل جيسيكا تراقب العماره اللي قدامها لحد ما بتلاقي تريش وصلت للعماره وبتراقب جريجوري بحيث تيجي تقبض عليه، لكن تريش مش هتلحق تعمل كده لان مالكوم وإيريك بيوصلوا عند تريش وبيكهربوها فبيغم عليها وبياخدوها وبيمشوا. بعد شويه بنلاقي مالكوم وتريش في بيت تريش، وبيكون مالكوم رابطها وقاعد معاها بيراقبوها لحد ما جيسيكا تجيله. اما جيسيكا بتروح هي وإيريك لكافيه وبيشربوا حاجه كده، وبتسيبوا جيسيكا وبتروح بيتها، وبتقعد بعد كده تشتغل على قضية جريجوري يمكن توصل لحاجة تمسكها عليه غير أدلة جثة نيسن اللي دمرتها، وبتجيب بعد كده جيسيكا حاجة تشربها وهي شغالة لكنها فجأة بتبدأ تتعب، وهو بيدخل جريجوري وبيعرفها إنه جه بيتها وحط لها منوم في المشروب وديها اهي شربته ونامت، وبيخلص جريجوري كلامه وبتقع جيسيكا متخدرة وبتنام. بعد شوية بتصحى جيسيكا بتلاقي نفسها مربوطة في شقة جريجوري، وبيكون جريجوري مجهز كاميراته بحيث يصورها قبل ما يقتلها، وبتكون جيسيكا مش قادرة تتحرك خالص من مكانها ولا تفك نفسها، فبيعرفها جريجوري انه حط لها ماده في المشروب تشل الاعصاب كمان وعشان كده مش قادره تتحرك. وقبل ما جريجوري يقتل جيسيكا بيبدأ يتكلم معاها وبيفضلوا يتكلموا كتير، وبتفضل جيسيكا تفتح مع جريجوري في مواضيع كتير جدا لحد ما بتخليه العبيط يعترف بكل حاجه وانه قتل دارسي وغيره وغيره وغيره، وهنا بقى بتضحك جيسيكا عليه وتعرفوا ان هي كمان كانت بتصوره، وتعرفوا انها قادره تتحرك واعصابها مش مشلوله ولا حاجه، وتفك نفسها وبتضربه، وبيجي بقى إيريك وبنكتشف ان إيريك كان هنا وكان بيسجل كل حاجة، وطبعا سجل اعتراف جريجوري بقتل دارسي وغيره. وايوه صديقي، جيسيكا كانت عارفة ان جريجوري هيحاول يقتلها بشكل ما، فبعتت إيريك على هنا عشان يصور كل حاجة زي ما حصل. بعد كده بقى بتفضل تلف جيسيكا وإيريك في البيت لحد ما بيلاقوا جهاز السيرفر اللي جريجوري بيحتفظ فيه بكل حاجة، زي مثلا صورة تريش وهي على الماسك، وبكده مفيش أي حاجة مسكها جريجوري على تريش لأن معاهم السيرفر. حاليا بقى بتتصل جيسيكا على كوستا وبتعرفوا انها قدرت تمسك دليل على جريجوري، وبكده تديله هو الدليل ده ويقدر يرجع للشغل، وتعرفوا انه هيلاقي الدليل وجريجوري عنده في شقتها. بعد شويه بيوصل كوستا وقوه من الشرطه لبيت جيسيكا، فبيلاقوا جريجوري مربوط وشغال بقى فيديو هناك وهو عمال يعترف بقتل دارسي وغيره وغيره وغيره، فبيفرح كوستا وبيقبض على جريجوري عشان يحاكمه اخيرا. اما جيسيكا بقى فبتروح لتريش ومالكوم وبتفك تريش، وبتعرفها ان الشرطه خلاص قبضت على جريجوري وهيتحاكم، ورغم ان دي حاجه المفروض تفرح تريش انه بكل بساطه قتل امها، لكن تريش مش بتفرح لانها كانت عاوزه تقتله بنفسها. اما تاني يوم جيسيكا كانت بتحضر نفسها عشان تروح محاكمه جريجوري، وفي نفس الوقت بنشوف جريجوري كمان بيتجهز للمحاكمه وبياخدوه جنود عشان ينزلوه لقاعه المحكمه. فعلا بعد شويه بيوصل لهم الاسانسير، بس الفكره ان تريش هي اللي تظهر لهم وهي مقنعه وبتهجم على الضباط وبتفضل تضربهم وتهاجمهم يمين وشمال وبتقدر تخلص عليهم كلهم. بعد كده بتاخد جريجوري في الاسانسير وبتفضل تضربه بمنتهى الوحشيه لحد ما بتخلص عليه. بعدها بنشوف جيري في المحكمه وكمان بتوصل جيسيكا عشان تحضر المحاكمه، بس للاسف بيلاقوا الكل جريجوري في الاسانسير مقتول بشكل بشع. بتشوف جيسيكا الكلام ده وبتكون مصدومه وبتتاكد انها خلاص لازم توقف تريش لا محاله لان محدش قادر عليها. المهم ان جيسيكا بتمشي من المحكمه وهي عماله تفكر تعمل ايه لحد ما بتوصل لبيتها، وهناك بتلاقي لوك كيج مستنيها. طبعا بتفرح وبترحب بيه جدا وبتدخله تتكلم معاه. في الوقت ده اتكلم لوك مع جيسيكا وعرفها انه جاي يزورها عادي لانها يعني وحشته، فتستغل جيسيكا الفرصه وبتعرف لوك انها في مشكله لانها مضطره توقف صديقتها وتتسبب في حبسها وهي مش عاوزه تعمل كده، فبيعرفها لوك انه كان واقع في موقف مشابه لده لما كان مضطر يوقف اخوه الشرير الخارق، وبيعرفها لوك انه وقفه ومش بس كده دخله سجن رافت اخطر سجن للاشرار الخارقين في العالم كله، وبيعرفها لوك انه متضايق جدا عشان عمل كده في اخوه، بس المهم انه عمل الصح ويودعها وبيمشي. والعلم يا صديقي قصة لوك كيج وأخوه وكل الكلام ده نعرفه قريب جدا في مسلسل لوك كيج اللي هينزل على القناة، فتأكد انك مفعل زر الجرس عشان اول ما ننزل فيديو ملخص المسلسل ده تشوفه على طول. المهم نرجع للمسلسل بتاعنا بقى، وبنشوف ان جيسيكا فكرت في كلام لوك وشافت انها خلاص لازم توقف تريش وتحاسبها،
فبتروح لبيت تريش وبتعرفها جيسيكا دلوقتي انها لازم تتحبس عشان كل اللي بتعمله ده، لكن تريش بترفض وبتعرف جيسيكا انها بتعمل الخير. بس جيسيكا بتعرفها انها خلاص فقدت بوصلتها الاخلاقيه من زمان وتحولت لشريره وقاتله وهي مش حاسه. وعشان تثبت جيسيكا كلامها لتريش بتجيب دلوقتي ايريك وبتخلي ايريك يقرب من تريش، وطبعا بيحس ايريك بشر كبير من تريش بسبب قدرته وبيتحب جدا، وده بيثبت ان تريش اتحولت فعلا لانسانه شريره. وقتها بتتصدم تريش لانها كانت فاكره نفسها بتعمل الصح بقت لها للمجرمين، ولانها خلاص عرفت الحقيقه بتقرر تسلم نفسها وبتطلب بس من جيسيكا انها تاخد دش وتمشي معاها. بتوافق جيسيكا وبتدخل تريش تاخد دش، لكن تريش بتتاخر فبتدخل جيسيكا الحمام بتكتشف انها غفلتها وهربت، فتتعصب جيسيكا وبتمشي عشان تدور عليها من تاني. في الاثناء دي بتكون جيري قاعده في بيتها وبتجيها دلوقتي صديقتها كيس عشان تشكرها لانها يعني ساعدتها في قضيه ديمتري. واثناء ما كانوا قاعدين اتصلت تريش بجيري وعرفتها انها عايزه عنوان ديمتري لانه شخص شرير ولازم توقفه. طبعا بتتصدم جيري وبتدرك زينا كده ان تريش اتجننت لكنها يعني بتخاف منها فبتديها غصب عنها عنوان ديمتري عشان تتصرف معاه. فعلا ما عداش وقت طويل وراحت تريش لبنت ديمتري وفضلت تضرب فيه وكادت تقتله، لكن لحسن حظه ان بنته الطفله بتيجي فبتشوفها تريش ومش بترضى تاذيها، وزي ما تقول كده بترجع لعقلها شويه وبتسيب المكان وبتهرب. تاني يوم بقى بتعرف جيسيكا من الاخبار ان تريش هجمت ديمتري، وبيكون دلوقتي مع جيسيكا مالكوم وبيعرفها ان ديمتري كان خصم كبير لجيري في قضيه كده، واكيد جيري هي اللي قالت لتريش تهاجمه. وقتها اتعصبت جيسيكا وعطول راحت لجيري وسالت جيري هل هي اللي عرفتها مكان ديمتري ولا لا. فتعرفها جيري انها فعلا عرفت تريش مكان ديمتري لكنها اضطرت عشان كانت خايفه منها، فمش بتهتم جيسيكا وبتعرف جيري انها هتساعدها غصب عنها عشان يوصل لتريش، فبتوافق جيري. وبعد شويه بتكون تريش في مطعم كده وبتشوف في الاخبار جيري وهي بتقول انها قريب جدا هتكشف حقيقه البطله المقنعه، فتتعصب تريش وبتقرر تخلص على جيري كمان. والعلم ده اللي جيري وجيسيكا عايزينه اصلا عشان تروح تريش تخلص على جيري، فجيسيكا تقبض عليها. عامة في نفس اليوم بالليل كان جيسيكا مستنيه تريش، بس المشكلة ان كيس صاحبة جيري بتوصل وسط كله بتوصل تريش عشان تقتل جيري، لكن بتيجي جيسيكا وبتوقفها فبسرعة بتاخد تريش كيس كرهينة وبتعرف الكل انها هتقتلها لو قربوا لها، بس ده مش بترضى بيه جيري فبتطلع مسدسها وبتثبت تريش وبتطلب منها تسيب كيس، لكن تريش بترفض فبتقول لها جيري خديني مكانها بس ما تقتليهاش وانا ههربك. ويعني صديقي جيري بتعمل كده لانها كانت سبب في موت بيتر جوز كيس، فمش عاوزة تكون السبب في موتها هي كمان. المهم ان تريش بتوافق على الصفقه دي، لكن جيسيكا بتعترض فبتضربها جيري طلقه في رجلها وبتهرب هي وتريش. طبعا تريش بتسيب كيس ومش بيحصل لها اي حاجه. بعد كده بتكون تريش وجيري في مكان ما كده وبيظبطوا نفسهم قبل ما يروحوا يقابلوا شخص يهرب تريش، لكنهم بيلاقوا في الوقت ده جيسيكا طلعت لايف وقالت لكل الناس ان البطله المقنعه تريش وانها خطر ولازم يوقفوها، فبتتعصب تريش وبتقرر تهرب حالا. ففعلا بيروحوا جيري وتريش لواحد تبع جيري واللي بيقرر ان هو يهرب تريش دلوقتي، وبياخد تريش لتوابيت كده المفروض يعني انه بينقلها بره البلد عن طريق البحر، وبيعرفها انها هتنام في تابوت من دول لحد ما يهربوها من البلد. فبتوافق تريش وبتدخل جوه تابوت وبتستنى. في الاثناء دي بتعرف جيسيكا ان في ناس شافوا تريش وجيري عند المينا اللي هم يهربوا منها دي، فعطول بتروح جيسيكا للمينا دي وبتضرب الراجل اللي تبع جيري عشان يقولها على مكان تريش، فبيخاف وبيعرف جيسيكا مكانها، فبتروح جيسيكا لتريش وبيفضلوا يتعاركوا سوا معركه قويه جدا. بتقدر تريش تجيب سكينه وبتكون هتطعن جيسيكا، لكن جيسيكا بتتصدى للسكينه بايدها وبتقدر تسيطر على تريش وبتضربها وبتتغلب عليها. وبس بتخلص الليله على كده وبتتنقل تريش للاسم وبيجي لها كوستا وبيعرفها انها هتتحبس في سجن رافت للاشرار الخطيرين. بتتصدم تريش وبتفضل تبكي وهي ما تعرفش ايه اللي مستنيها في اخطر سجن في العالم. اما جيسيكا فبتروح لبيتها، وفي الوقت ده بيجي لها ايريك وبيعرفها انه بيحبها ونفسه يتجوزها ويكملوا حياتهم سوا، لكن جيسيكا بترفض ده وبتعرف ايريك انها مش هتعرف تستقر مع حد لان حياتها مش مستقره، وبتودعه لان دي اخر مره هيتقابله، وبيسيبها ايريك وبيمشي. تاني يوم بقى بنشوف ان جيسيكا لمت كل حاجه في بيتها وبتروح لمالكوم وبتديله مفتاح شقتها او يعني المكتب بتاعها، وبتعرفه ان ده بقى مكتبه للتحقيقات وبتودعه وبتمشي خالص. بتروح جيسيكا على المحطه عشان تركب القطر وتسافر بعيد عن المدينه وتبدا حياه جديده، انها خلاص مش هتقدر تعيش في المدينه هنا بعد كل اللي حصل معاها ومع تريش. لكن في اللحظه دي بتبدا جيسيكا تسمع صوت كليجريف وهو بيقول لها خلاص استسلمتي وهتسيب المدينه والمشاكل وتهربي، وفي اللحظه دي بترجع جيسيكا في كلامها وبتقرر ما تمشيش من المدينه وتفضل فيها عشان تحارب الاشرار دايما. وبس مع النقطه دي بينتهي الموسم ده والمسلسل كله عامه، لكن يا صديقي العالم ده لسه برضه ما انتهاش، وقريب قوي هنخد رحله جديده في حياه لوك كيج عشان نكتشف سوا غموضه والكتير الكتير من الاسرار. طبعا هنشوف جيسيكا تاني برضه في الاعمال القادمه من العالم ده. لحد ما ده يحصل ما اقدرش اقول لك غير بس كده، سلام.